السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نحضر معاكم ان شاء الله الشباكيه. بسم الله على بركه الله. انايا عندي 500 غرام ديال الدقيق اللي تيدير ربع الكيسان ديال العلبه عامرين. غادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال الخميره الحلوه، نص معلقه صغيره ديال خميره العجين. عندي هنايا كاس عامر ديال السنجلان مخلط مع اللوز، نص كاس سنجلان ونص كاس اللوز. معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال حبات حلوة، معلقة صغيرة ديال النافع ولا اليانسون، ومعلقة صغيرة ديال مسكر حرة اللي مخلطة مع شي شوية السكر. وهنايا عندي كاس عامر ديال مخلط مع الزيت والزبدة ديال الزيت والزبدة. غادي نخلط كل شيء ونرملو. صافي دا تخلط كل شيء، يمكن تغارت اش ترمل ارسيوك شوية تان الزبدة. ومن بعد يعني غادي ناخد كاس ديال الماء الزهر، غادي ندير كاس ديال الماء الزهر وجوج معالق ديال الخل، وغادي ندير شويه ديال الزعفران حر اللي عنده، اللي ما عندوش يدير الزعفران ده اصطناعي، اللي ما عندوش بلاش. وغادي نحط القوام ديالي نسخنه شي شويه. صافي داك تكات الكيس المزهر سنه طنجاوي انت خاطري الخل ديما حن الزعفران نوالكت نضوا اصطناعي نضوا تاعنا زعفران حر. صافي تكتا داير غير ملح. صافي تزيد القوام النكوي تاعك العجين. غادي نضيف عليها صفر بيضة وغادي نزيد القوام. وغادي نجمع العجينة ديالي. صافي من بعد تزيد دوره نتقلات دو طار ما نخلاه هنا تصرغيت. صافي تجمعت تزيد دستني العجينه. صافي تجمعت العجينه نك. هنايا من بعد ما ارتاحت غادي نقسمها، غادي نقسم العجينة على أربعة. هنايا غادي نطلق بالمدلك وغنشكل مربعات صغيرة، وغادي نوضعها في البلاستيكة، وغادي نخليها ترتاح شي شوية.
وكل مربع غنطلقها شوية ونقسمها مستطيلات، ونعاود نردها للبلاستيكات باش ما تكتنشفش، ونفس الطريقة نديرها الاخرين. وهنايا تناخد واحد الطرف غادي ندير الماشينه ديالي على النمره جوج، كندوزو في الاول على النمره جوج، من بعد كندوزو على النمره خمسة، وعلى حسب كل واحد والرجلاج تاع الماشينه ديالو غادي ندوزو على النيميرو خمسة. ندير معكم هذا الشكل اللي فيه 6، 1 2 3 4 5 و 6، 1 2 3 4 5 و 6 نقطع. ها هو هنا كنحط جوج على جوج، وكان نرجع داك الجوج الاخرين للور، وكنشد القنيتات اللي في التحت وكنضغط عليهم وكنلصقهم. وصافي كتحطيها فوق الطبله هكا وهي كتزيرها على الجناب. غادي نعاود معكم تنحطو جوج على جوج، وكنرجعو داك جوج اللورانيين نرجعو للور، وتناخد القنيتات كنلصقهم صافي، وتنحط العجينة أبخي من بعد كنصوب فيها هكايا. تسيت سنت نايضنين تمكورة سطرت صافي، دا ستسيتين نسين دي قيمة سطرت صرت لسقطن صافي، تساكل تهيتات وزرت سكرتات. راه ملي كطيب راه كتفتح وكتقرصي الجناب. غادي نعاود معكم عاود سميتو الشكل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وستة نقطع، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وستة كتقطعين. كديري جوج على جوج وكتحطي جوج الاخرين اللور وكتلصقي داك الجناب
عندي شويه العجينه مرخيه شويه، لا كانت عندكم هكا مرخيه خليوها شويه تنشف ومن بعد تخدموا بها وكتحطوها وكتصوبوا فيها هكا يعني. ومن بعد كتقرصوا في الجنب. تستسي تسين تكتنخفسي ترى تسين الناوي مكورات كتنسطرت ترى تنسطرت مسألة كتاس ندفوز بقماس مسألة تسيتين أنا نكرت نسنا تمزقين أنا دي تلدين كيس دار تلس قطنس مسألة شكشمتي سنتيم كنا عطا تسألة تساس لأنا مسألة تهية تاس غادي ندير معكم هاد الشكل عاود واخر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة نقطع واحد جوج ثلاثة أربعة وخمسة نقطع. هاد الشكل قديم ديال الشباكية الأصيلة المغربية قديم دتكتا دتدوس روانا رويس خمسة تبيت. كنشد الشريط الاول نحطه على الثالث على الشريط الثالث وكنشدهم وعلى الاخير نديرو لتحت نحطه على الاخير الاخير كنديرو على التحت وكنلصق الاشرطه اللي في التحت هكا وكنحطها وكنضغط على الجوانب كتجي كيف كيف راه بحال الاخرى بحال الاخرى تشكل تشبك راه كيف كيف كتهزي الشريط الاول كديري على الثالث وكتخلي الاخر وكتحطيهم على وكتحطيه على الثالث الثالث كتحطيه لتحت الاخير كتحطيه لتحت تسي تشريطه مزكاروت تخفي تخفي السكرات تنقصوي الربعه تس تنخفي خفون كارو صافي تسي تانا انت مزكاني درت لسقطنت صافي تزير تسي سكين. كنشد الشريط الاول نديرو على الثالث والاخير نديرو لتحت وكنلصق الاشرطه اللي في التحت هكا وكنحطها وكنضغطها على الجوانب تسيت دغيا وانا غينضنا وانا غمزكارو بتسرو تخسو بسكرا تسرت نقصيون تسيت اينا غنا ويتا غنا تسمون تسين تنسا كم سمكارو سيسنا مكارو سيس دار صافي تلسق الضيطا غنا تمزقين نطارت صافي تسستفلان طبلا تزير تسمزقين تسبقين الشريط الاول نديرو على الثالث والاخير نديرو لتحت وكتلصقي الشريطات
اللي لتحت وكتدوريها، ولا شفتيها سميتو وصوبيها ولصقي الجوانب. تسيت امزغارو تخفي السكرات، مثلا تسيت نيت السين تزقلتيو، وانت سيت تدو سلام كارو تكساس تكتسيز دار صافي تلسقتي نوع دي مزقيني تلي. مثلا زيرت تستي سقوي وكاين هذا الشكل، هذا ساهل ماهل. كتقطعي الأشرطة هكايا خمسة وتبقى تحطي واحد فوق واحد فوق واحد هاد الخمسة هادو وصافي، وكتقرصيهم في الجناب وتخلي واحد لداخل هكايا ملوي، ديري جوج لهنا وجوج هنا وتحطي واحد في الوسط ملوي شويه وصافي. ها هي الشباكيه، هذه ساهله مهله. ومن بعد تاي كتحطيهم في الزيت، تحطيهم في الزيت يتقلاو. في الاول تسخني الزيت ومن بعد نقصي عليها العافيه وخليهم يطيبوا شويه على راحتهم. ملي سايت تشوفيهم كراك تحمروا، سايت حطيهم في العسل، العسل يكون بارد وتقطريهم مزيان هكايا وحطيهم في العسل. خليهم ياخذوا وقتهم، غادي ندير عليهم هكايا العسل ونخليهم حتى يطيبوا الخرين. غادي ندير الخرين يطيبوا ونخليهم هما حتى يشربوا مزيان، حتى نشوف الخرين بغاو يطيبوا عاد غادي نحيدهم. وملي تحيدهم هكا من العسل دير عليهم شويه ديال الزنجله للفوق، وهذه هي الشباكيه. ان شاء الله نتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم ان شاء الله.